طيب مباركة، كان واحد النقطة دائما نحكوا عليها لما الإنسان يكون عدد زوجات، يعني يكون لما يتزوج عدة مرات دائما نحكيوا على مشكلة العدل، أنه يعدل في مشاعره، يعدل في النفقة، يعدل في المعاملة، إتتغى إتتغى. أسكو زوجك السابق ما كان يعدل؟ ما عشتهمش العدل، ما كانش، لأن زوجي هذه يد يقول لك دائما هي هي ما تقلقش، أنت مجرد جايبك على حاجة يقولها لي في وجهي، أنت جايبك على الأولاد لازم طول تسكتي، كلمة ساكتة تهدريش معها، ما تزعفيهاش. مو ضربت حتى عليها. ضربتي؟ ضربت حتى عليها وتهنت على جالها. كي نروح لأهلي نقول لهم يقولوا لي اصبري اصبري اصبري، دائما صبر. ولادك يكبروا ويعوضوك. ولادك ولادك. بصح في الآخر لقيت روحي في الشارع. طيب